السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة بريو مع الأستاذة غوني، واليوم مع مادة الرياضيات وتلاميذ سنة ثانية إعدادي خيار عام، ودرس جديد هو العمليات الأربعة للإعداد الجبري. الدرس مهم بزاف، هو اللي كتعرف في ضرب جمع طرح قسمة، كيكون في أقواس معقوفات، يعني كيفاش كتحكم في الحساب بدون ما تخطأ. نبدأ على بركة الله. العمليات الأربعة للإعداد الجدول. أولا النشر والتعميل. قريت النشر والتعميل في الدورة الثانية ديال العام اللي فات. دابا غنعاودو نذكرو بيه، ومازال كاين درس اللي هو مخصص للنشر والتعميل. تعريف. أولا النشر تعريف. عندما نكتب ك عامل لإكس زائد إيكغيك على شكل ك إكس زائد ك إيكغيك، نقول إننا نشرنا الجداء ك عامل لإكس زائد إيكغيك. أو بعبارة أخرى، ما بين ك والقوس كنافي، يعني ضرب. إذا كان يعني جداء، إذا كان عندنا جداء حولناه المجموع، كان عندي جداء هو بين قوسين، تحول المجموع، إذا فهو نشر. مثال واحد، لننشر ما يلي: أ تساوي ناقص 3 عامل ناقص إي زائد إي باي، بي تساوي 3 عامل أ زائد 2 بي، سي تساوي إكس ناقص إي غايك عامل إكس زائد 3 إي غايك. تصحيح مثال واحد، لننشر ما يلي: أ تساوي ناقص 3 عامل ناقص إكس زائد إكس. هذا إلا ما كنتيش كتعرف كدير الأسهم بحال هذا كيتضرب في هذا وكيتضرب حتى في هذا. إذا أول حاجة خصني ندير ناقص ناقص، نشوف الإشارة هي زائد، إذا ما غنكتب والو. 3 في إكس ناقص زائد هي ناقص 3 في إكغاي. 3 إكس هي 3 في إكس هي 3 إكس، 3 في إكغاي هي 3 إكغاي، إذا أ تساوي 3 إكس ناقص 3 إكغاي. ب تساوي 3 عامل ل أ زائد 2 ب، عفوا هاد 3 كتضرب في أ وكتضرب في 2 ب مع احترام الإشارة. نبدأ زائد مع زائد هي زائد، ما نكتب والو. 3 في أ زائد مع زائد هي زائد، 3 في 2 ب هي 3 أ زائد 6 ب. س تساوي إكس ناقص إيكغاك عامل ل إكس زائد 3 إيكغاك. هنا عندي جوج حدود، هنا جوج حدود، هنا جوج حدود، هنا جوج حدود. اذا اكس خصها تضرب في اكس وفي 3 ايغريك، وايغريك تضرب في اكس وفي 3 ايغريك مع احترام الاشاره. كيف ما قلنا ان زائد مع زائد هي زائد، ما غنكتب والو، اكس في اكس. زائد مع زائد زائد غنحطها هنا، اكس في 3 ايغريك، لان في الاول ما كنكتبوهاش. ناقص الا كانت ناقص الاول نكتبوها، ناقص مع زائد هي ناقص ايغريك في اكس، ناقص مع زائد هي ناقص إيكغايك في 3 إيكغايك. إكس في إكس هي إكس أس 2 زائد 3 إكس إيكغايك ناقص إكس إيكغايك ناقص 3 إيكغايك أس 2. غنشوف لي كيتحسب. إكس أس 2 مكتحسبش، 3 إكس إيكغايك ناقص إكس إيكغايك عندهم نفس الوحدة اللي هي إكس إيكغايك، بحال 3 ناقص 1 هي 2 هي 2 إكس إيكغايك ناقص 3 إيكغايك أس 2. سي تساوي إكس أس 2 زائد 2 إكس إيكغايك ناقص 3 إيكغايك أس 2. في بعض التمارين أو في بعض الدروس أو لا بعض الأمثلة تقدروا تلقاو واحد الطريقة أخرى نفس الحل، أي هو سبقوا لي فيهم الأس كبير، يعني نكسب إكس أس 2 ناقص 3 إيكغايك أس 2 زائد 2 إكس إيكغايك، كتبتها بحال هكذا غا صحيحة. ثانيا التعميل. التعريف، عندما نكتب ك إكس زائد ك إيكغايك على شكل ك عامل لإكس زائد إيكغايك، نقول إننا عملنا المجموع ك إكس زائد ك إيكغايك. أو بعبارة أخرى، عند تحويل المجموع إلى جداء، حيث بين قوس ك كاين جداء كاين في، عند تحويل المجموع إلى جداء نقول إننا عملنا. مثال جوج، عمل ما يلي: أ تساوي 3 أ زائد 9، بي تساوي 15 أ أس 2 ناقص 25 أ بي، سي تساوي إكس ناقص 2 عامل لإكس ناقص 1 ناقص إكس ناقص 2 عامل لإكس زائد 3. صحيح المثال 2، لنعمل ما يلي: أ تساوي 3 أ زائد 9. أول حاجة خصك تلقى العامل المشترك. كيفاش كدير الطريقة؟ كتشوف الحروف، هنا عندي هاد الحد هذا كينحق واحد من هو أ، هاد الحد هذا ما كاينش،
دونك ما عندناش عامل مشترك سميتو حق اولا شي حق هو عامل مشترك. عندي 3 9 اذا كاينه المضاعفات ديال 3 ها 3 كاينه هنا وهنا 9 المضاعفات 3 اذا غنبحثوا غنفكوا بحيث نلقاو العامل المشترك. العامل المشترك دار لينا اللي هو 3 اذا غنكتبوها على شكل 3 في ا زائد 9 هي 3 في 3 غنصطفط على العامل المشترك اللي هو 3 غنكتب ا تساوي 3 نمسح قوس شنو بقى لي لحيت ا لحيت 3 عفوا بقى لي ا زائد شنو بقى لي لحيت 3 غتبقى لي 3 اخرى اذا ا تساوي 3 عامل لي ا زائد 3 ب تساوي 15 ا في 2 ناقص 25 ا بي. نشوفوا الحد الاول الحد الاول كيحتوي على ا حق. نشوفوا الحد الثاني كاين ا اذا العامل المشترك فوق هو ا بي هنا كاينه وهنا ما كايناش اذا بي ما كايناش. حنا لقينا بان العامل المشترك فوق هو ا قاتلنا في الارقام عندي 15 عندي 25 كنلاحظوا بان 15 25 مضاعفات 5 اذا العامل المشترك فوق هو ا العامل المشترك في الارقام هو 5 اذا العامل المشترك بصفه عامه هو 5 ا اذا غنفكوا 15 ا و 2 على شكل 5 ا في 25 ا بي على شكل 5 ا في نكتب 5 ا في ونشوف شنو غنكتب باش نحصل على 15 ا و 2. 5 بشحال باش تعطيني 15 3 ا بشحال باش تعطيني ا و 2 في ا اذا 5 ا في 3 ا ناقص 5 ا في 25 باش نحصل على 5 في 5 نكتب 5 ا فاش غنضربها باش ترجع ليا ا بي في بي 5 ا في 5 بي غنسطر على العامل المشترك اللي هو 5 ا غنكتب 5 ا ونفتح قوس شبقى ليا بقات ليا 3 ا ال غندير ناقص من بعد اذا حيد 5 ا شبقى ليا غتبقى ليا 5 بي اذا بي تساوي 5 ا عامل لي 3 ا ناقص 5 بي. سي تساوي اكس ناقص 2 عامل لي اكس ناقص 1 ناقص اكس ناقص 2 عامل لي اكس زائد 3 العامل المشترك بين اللي هو اكس ناقص 2 اكسبو من الاحسن عندي اش غادي يبقى لي لحيت هذا العامل غيبقاو لي اقواس من الاحسن ديو معقوفات والاقواس عاد حيدوهم اكس ناقص 2 معقوفه اش غيبقى لي غيبقى لي اكس ناقص 1 من بعد ندير الاشاره ديالي ناقص ملي غنحيد العامل المشترك غتبقى لي اكس زائد 3 من بعد المعقوفه تبدل بقوس مع ازاله اقواس الداخليه القوس الاول مسبوق بزائد اذا غنحطو كما هو اكس ناقص 2 عامل اكس ناقص 1 القوس الثاني مسبوق بناقص اذا الا كان كتغير اشاره ما بداخل الاقواس كان عندك زائد كترجع ناقص كان عندك ناقص كترجع زائد فيهم جوج زائد غيرجعوا ناقص اكس ناقص 3 نفس القوس ديالي غنحسب ما بداخل الاقواس عندي اكس ناقص اكس عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر هادشي علاش طبس عليهم اش غتبقى لي غتبقى لي ناقص 4 غنكتب اكس ناقص 2 في ناقص 4 ما جاتش اذا العدد اش كيكون قوس العدد هو الاول سي تساوي ناقص 4 عامل لي اكس ناقص 2. ثانيا مجموع عده اعداد جذريه خاصيه لا يتغير مجموع عده اعداد جذريه اذا غيرنا ترتيب فضوله او اذا عوضنا بعضا من فضوله بمجموعها. مثال احسب ما يلي ا تساوي ناقص 3 على 5 زائد 1 على 17 زائد 8 على 5 شنو غندير؟ أول حاجة خصني نقلب على هادو اللي عندهم نفس المقام نجمعهم مع بعضياتهم يعني غنغيرو ترتيب ديال الحدود أ تساوي ناقص 3 على 5 زائد 8 على 5 زائد 1 على 17 لأنك لا درتي توحيد المقامات غيكون عندك المقام كبير من الأحسن بدل ترتيب ديال الحدود باش تجيك ساهلة غنجمعو مادام عندهم نفس المقام موحد غنجمعو ناقص 3 زائد 8 5 غتعطينا 5 على 5 زائد 1 على 17 5 على 5 هي 1 1 زائد 1 على 17 دابا غنوحدو المقامات المقام واحد هو 17 اذا غتولي 17 على 17 زائد 1 على 17 اللي هي 17 زائد 1 على 17 اللي هي 18 على 17 بي تساوي 3 على 4 زائد 7 على 8 ناقص 1 على 4 ناقص 15 على 8 زائد 1 على 3 كما قلنا خاصيه الا غيرت الترتيب ما كتغيرش ليا النتيجه اذا غنحاول نغير الترتيب بحيث نجمع دوك اللي عندهم نفس المقام 3 على 4 ناقص 1 على 4 قلنا هاد ناقص 1 على 4 حدا 3 على 4 زائد 7 على 8
ناقص 15 على 8 زائد 1 على 3. هادو عندهم نفس المقام، يقدروا يجمعوا 3 ناقص 1 على 4 زائد 7 ناقص 15 على 8 زائد 1 على 3. هنا 3 ناقص 1 على 4 هي 2 على 4، نختزلوا ب 2، 2 في 1 على 2 في 2. هنا 7 ناقص 15 هي ناقص 8 على 8 اللي كتعطينا ناقص 1 زائد 1 على 3 تساوي 1 على 2 ناقص 1 زائد 1 على 3. شنو غنديروا؟ غنوحدوا المقامات. دابا المقام ساهل باش يتوحد، ما يعطيناش ارقام كبار. مقام واحد عندي 2 عندي 3، المقام واحد هو 6، 2 في 3 نحطوا 6 6 6. كانت عندي 2 كتشوفوا غير المقامات ورجعت 6 فاش ضربتها ب 3 حتى البسط غنضربوه ب 3. كان عندي 1 ورجعت 6 فاش ضربتها ب 6 حتى البسط غادي نضربوه ب 6. كانت عندي 3 ضربتها في 2 هي 6، اذا 1 في 2 هو 2. نحطوا نفس المقام ونجمعوا البصور، 3 ناقص 6 زائد 2 اللي هي ناقص 3 زائد 2 اللي هي ناقص 1 تساوي ناقص 1 على 5. ثانيا مقابل مجموع خاصية، مقابل مجموع عددين جذريين ومجموع مقابلي حدين ناقص بين قوسين x زائد y هي ناقص x ناقص y. أو بعبارة أخرى تقدر تقول القوس فوق ناقص تغير إشارة ما بداخل الأقواس مثلش. مثال ناقص بين قوسين 4 زائد x هي ناقص 4 ناقص x، ناقص بين قوسين ناقص 3 زائد 2 x هي 3 ناقص 2 x. مقابل فرق خاصية، إذا كان x و y عددان جذريان فإن ناقص x ناقص y هي ناقص x زائد y. كما قلنا القوس مسبوق بناقص تغير إشارة ما بداخل الأقواس، كان عندك زائد ترجع ناقص، كان عندك ناقص ترجع زائد. ناقص بين قوسين a ناقص 4 هي ناقص a زائد 4، ناقص بين قوسين ناقص 3 ناقص b هي 3 زائد b. ثالثا جداء عدة أعداد جذرية خاصية، لا يتغير جداء عدة أعداد جذرية إذا غيرنا ترتيب عوامله أو إذا عوضنا بعضا من عوامله بجدائها. مثال 6 احسب ما يلي: A تساوي ناقص 2 على 5 في 4 على 3 في 25 على 8. B تساوي 1 ناقص 1 على 8 في معقوقة 1 على 5 زائد 3 على 4 في ناقص 8 على 2. صحيح المثال 6. لنحسب ما يلي: A تساوي ناقص 2 على 5 في 4 على 3 في 25 على 8 هي تساوي ناقص 2 على 5 في 25 على 8 في 4 على 3. علاش؟ لأن هنا نقدر نختزل، هي كنعرفوا بأن الضرب هو البسط في البسط والمقام في المقام. ناقص 2 في 25 على 5 في 8 في 4 على 3 نختزلوا ب 5، 25 هو 5 في 5، 8 هي 2 في 4. نختزلوا 2 2 5 5 عندي 4 4 تبقى لنا ناقص 5 على 3 يعني نقص فوق 5 وتبقى 3. ب تساوي 1 ناقص 1 على 8 في معقوقة 1 على 5 زائد 3 على 4 في ناقص 8 على 2. عندي 1 ناقص 1 على 8 في واحد على خمسة المعقوقة تبدل بقوس مع إزالة أقواس الداخلية، واحد على خمسة ناقص زائد في ناقص تعطيني ناقص، ضرب البسط في البسط والمقام في المقام. علاش؟ لأن عندي جمع وضرب، الأسبقية للضرب، ثلاثة في ثمانية على أربعة في اثنين، نختزلو ثمانية أربعة في اثنين، نختزلو بأربعة اثنين اثنين، أش غتبقى لنا؟ واحد ناقص واحد على ثمانية في واحد على خمسة ناقص ثلاثة. نوحدوا المقامات باش نحيدوا الأقواس، لأن ملي كيكونوا عندنا أقواس كنحسبوا ما بداخل الأقواس بالأول. واحد ناقص واحد على ثمانية في قوس واحد على خمسة ناقص عندي ثلاثة على واحد، المقام واحد هو خمسة، كان عندي واحد درجة خمسة ضربت بخمسة، إذا ثلاثة في خمسة هي خمسة عشر. واحد على خمسة ناقص خمسة عشر على خمسة هي واحد ناقص واحد على ثمانية في ناقص أربعة عشر على خمسة. عندي الضرب البسط في البسط والمقام في المقام، وناقص ناقص هي زائد، هي واحد زائد واحد في أربعة عشر على ثمانية في خمسة. نختزلوا باثنان هنا، واحد زائد أربعة عشر هي سبعة في اثنان على ثمانية أربعة في اثنان، نختزلوا
كتولي 1 زائد 7 على 20. نوحدوا المقامات، بما ان المقام هو 20، 1 هو 20 على 20، 20 على 20 زائد 7 على 20، هي 20 زائد 7 على 20 هي 27 على 20، غير قابل للاختزال. قاعدة تنظيم الحساب. قاعدة 1، هاد قاعدة تنظيم الحساب اولا لها جوج قواعد ستكون عارفين من العام اللي فات، يعني من الاولى اعدادي، ولكن كنذكر بهم لانهم هما اهم حاجة في هاد الحساب هذا. نعودوا قاعدة تنظيم الحساب. قاعدة 1، عند وجود أقواس تفصل بين العمليات نحسب أولا ما بين الأقواس، يعني ما بداخل الأقواس. قاعدة 2، عند عدم وجود أقواس تفصل بين العمليات ننجز عمليتي الضرب والقسمة قبل عمليتي الجمع والطرح. المهم أنا غنشرح هادشي. أول حاجة، عندك عمليات ما فيهمش أقواس، عندك زائد ناقص ضرب قسمة، الضرب والقسمة هما اللي كيتسبقوا في الحساب الأولي، عاد كنشوفو الزائد والناقص. عندي أقواس خصني نسبق الأقواس هما الأولين. مثال 7، احسب ما يلي: أ تساوي 2 على 5 في 5 على 3 زائد 1 على 6 في ناقص 2 زائد 1 على 2 في ناقص 5. ب تساوي 1 على 3 ناقص، عندي معقوفة بعدا في هي الأولى، ناقص قوس 3 على 4 ناقص 8 على 2 زائد قوس 3 على 4 ناقص 1 على 3. صحيح مثال 7، لنحسب ما يلي: أ تساوي 2 على 5 في 5 على 3 زائد 1 على 6 في ناقص 2 زائد 1 على 2 في ناقص 5. شنو عندي؟ عندي ضرب جمع ضرب جمع ضرب، إذا الأولوية للضرب. عندنا ضرب العددين جوج هي البسط في البسط والمقام في المقام، 2 في 5 على 5 في 3 زائد، عندي الضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 1 في ناقص 2 على 6 في 1، لأن ناقص 2 هي ناقص 2 على 1 زائد 1 في ناقص 5 على 2 في 1. نختزلو ب 5، هنا غنختزلو ب 2، هنا ما عنديش اختزال، غتولي ليا 2 على 3 ناقص 1 على 3 ناقص 5 على 2. عندي 3 3، إذا نحسب هادو اللي عندهم نفس المقام، 2 ناقص 1 على 3 هي 1 على 3 ناقص 5 على 2. نوحدوا المقامات، المقام 1 هو 6، 2 عندي 3 في 2 هي 6، غنحطو 6 6، كانت عندي 3 ورجعت 6 ضربتها في 2، إذا تلبست كنضربو في 2، كانت عندي 2 ورجعت 6 ضربتها في 3، إذا تلبست كنضربو في 3، 2 ناقص 15 على 6 اللي هي ناقص 13 على 6. كنت سعيدة جدا بلقائكم، كان هذا هو درس العمليات. العمليات الأربع. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر.